في لعب كده بالكلمات يا صاحبي، في جمال وفي روقان. فانزل اخبط اللايك المتين والسبسكرايب عشان اللي جاي هيكون ايه دمار. فيلا بينا، يلا بينا. هلا والله بكل الرجاله، كل سنه طيبين يا شباب. بص يا صاحبي، ايه بقى عشان ايه نتكلم دغري ونتكلم صراحه مع بعضينا. احنا النهارده هنعمل رياكشن على ام سي ار تي سيان، ما اتمنى اكون منطق صح كده، وديدن كانون. فايه الدنيا، انا اول مره اعرف ان هم ايه عملوا تراك سوا، فدي حاجه حلوه مش وحشه ان كل واحد بلون فاهمني، ده بلون وده بلون، ولما يجتمعوا مع بعض عايزين نشوف هيعملوا مع بعض ايه. ويا ريت لو في تراكات تانية ترشحوا لي، ويا ريت يا ريت يا صاحبي قبل ما نبدا ما تنساش تدعم اخوك المصري بلايك سبسكرايب وشير عشان نكبر بيكم باذن الله. ويلا بينا رياكشن، يلا لونا باي ديدن كانون والام سي. يلا يا صاحبي ما نكونوا شايفيني كويس. جميل البيت شكله الله اعلم، لكن من الدخله كده شكله نيو سكول يعني مش اولد سكول. دريل دريل يا صاحبي، دريل دريل دريل، يعني هنشوف بقى فلوهات وتغييرات واتنين اصلا الوان مختلفه انت فاهمني، هنشوف بقى الدنيا تمشي ازاي. يا طاير تحت الكونتون طابيل بيدال حرق لي كونتون جيب لي داكا شي داتر نمشي بليدات شيري الكونتون. شكله البوم، هو الثواني القناه، على القناه نزل على ام سي ارتس يعني، يبقى ده شكله الالبوم او ام يو، شكله البوم. عايزين نبقى نسمعه، عايزين نبقى نسمعه يا رجاله. تيتاي الكونتي تي شتون كي تي جيب السطلالي دير الحفلان في حكي لبي بيكا صيابي ما نبقاش نهاود دام القاضي ما تلقاش العاون دولة بوطة الفايب الفلو تلقاني حزام وما عندناش معاون. يا سلام يا سلام، على فكرة أنا مش فاهم أي كلمة فاهمني، عشان بس نكون صراحة، بس الجو العام الفايب التراك البرود يا صاحبي، البرود نار البرود نار. يا سلام يا الله. يا سلام، تغيير الفلوهات يا جماعة. انا التراك عجبني، التراك عجبني عشان البرود مختلف شويه عن الايه يعني، مش متعود عليه اسمعه فاهمني، ودريل كمان. ف يعني دريل مش بس البرود مختلف، دريل والبرود مختلف، هو كده كده دريل اللي بيبقى صعب لو نسمع. يا سلام ريشة مش مراقبة معدومة ما ظلوا غير يفهموها هما كيريس كينا ما كنتش انتوما كباصينا نسيتونا الحومة سواء الدنيا. يا الله كي بصينا سي كنتو الحمى ثواني، في بتاع. طب انا اعذب نفسي يا جدعان، ما تقولوا يا جدعان انا مش فاهم انا والله. طب ما كده كده نعرف نلقط اي كلمتين يا صاحبي، قول يا صاحبي من بدري كده كده زعل مني. يا يا عيني يا الله يا الله على الفلو، يا الله يا الله، عجبني تغيرت الفلو جدا يعني، في لعب بالكلمات فاهمني، مش مهم اكون فاهم اللغة بشكل اساسي، بس اهم حاجة ان انا فاهم في لعب كده بالكلمات يا صاحبي، في جمال وفي روقان. فانزل اخبط اللايك المتين والسبسكرايب عشان اللي جاي هيكون ايه دمار. فيلا بينا يا صاحبي رجالي، بس الفلو ده نسمعه ايه على الرايق. اسمع 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 كل من الجوز مول فانوس نيك برنوس موت قراطوس لافرا دوس بيك تاتوس تان 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 تان. يا الله عجبتني، سمعت انت اليو يو، دي حاجات بقى ما ياخدش باله غير ميوزيشن زي صاحبي. يا الله صغير في كوروار، شايف يعني سموث جدا في تغيير الفلوهات، يعني من فلو لفلو لفلو بسرعة، مش بالشكل اللي هو ايه انا هغير فلو. في رابرز كده لما تيجي ايه بتاع تلاقي الفلو اتغير بشكل ايه على البيت بيبقى سخيف يعني فاهمني، لكن هو الرابر الشاطر اللي يغير فلوهات يعني. يا صاحبي شاوت اوت لام سي ارتسيان وشاوت اوت لديدن كانون، يلا بينا نسمع هذه العظمة. يا عايش في حومة ديك تب مايك بيت دراك زنبت نكتب دم جي صوت تب تكتب تلني ديك نيلك فين باه
هتفضل في يا عيني يا عيني، عارفين رغم ان انا عملت البتاع ده، عملت الكابشن يا صاحبي ومفيش برضه كلمات، يعني انا مش فاهم والله الواحد يعمل ايه عشان يفهم التراك، بس مش مهم، مش مهم ان احنا نفهم التراك، اهم حاجه ان الفايب تاخدك ايه في حته تسعه. يلا بينا. يا الله، لا سبور سلاح اكستراك، فاهمني؟ مش شرط ان انت تفهم يا صاحبي، بس شايف التقسيمه بتاعت السيلابلز على البيت، يعني واو، حلو حلو الشغل اللي هو بيبقى يفاجئك كده، تبقى ايه يعني، انا بعمل رياكشن، عامل ايه، هعمل على تراك عادي او الدنيا هتمشي وبتاع، تلاقي تراك يعني دريل وتلاقي ضرب نار وحاجات كده غريبه. ما ينفعش الدم لا يبقى لا يا غيف عالي، ما ينفعش الدم غيف عالي، في معاك فلوس فلوس all the day، فلو ورا فلو ورا فلو ورا فلو، يعني وش نقول يا صاحبي، وش نقول؟ سبس ابوني ابوني خويا، في معاك في معاك في معاك، يا الله يعني والله العظيم انا الكورس بالذات، الكورس يا جماعه، الكورس الكورس فشيخ، انا عايز ارجعه واعيده بس عشان الكوبي رايتس، بس ايه هنحاول كده ان احنا ايه يا عايز اشغله فاهمني، واندمج معاه واسمعه، بس للاسف لازم كل شويه اوقفه. شاوت اوت يا مان، شاوت اوت، مجهود جبار جدا من البروديوسر اللي عمل البيت ده، برود باي اي دبليو اي، شاوت اوت اي دبليو اي، اكيد ليه اسم يعني، بس هو ده اختصاره يعني، برود يا جماعة، هارب زي ما بتقولوا كده بالدرجة الجزائرية. خلص التراك، مش عايزين بقى يجي لنا كوبي رايت كده في الاخر، ملهاش لازمة، عايزين نعرف خلص التراك ولا ايه. يا 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 خلص خلص التراك يا صديقي، الفايب نار، الكلام مني طار، امال لا لا لا، برجولية التراك يعني، الفايب البرود الاتنين والله مقصروا، يعني زي ما قلت لكم كنت عامل اعمل رد فعل كده في الايه في الخفافي، بس لقيت الدنيا زي ما انتم شايفين دريل واتنين تقال على البيت، فهمني هو ده بقى يا صاحبي، ايه هو ده بقى اللي بيقولوا عليه الراب، ده الراب على اصوله، بس هي الفكره كلها ان انا في او معظم يعني في تراكات كتير بفهمها، لكن التراك ده هرب مني بصراحه، ما فهمتش منه غير حاجات بسيطه كده، يمكن ما فهمتش منه حاجه اصلا. بس زي ما قلت لك، مش مهم ان انت تفهم، اهم حاجه الفايب يا صاحبي، ان انت تكون فاهم الفايب، السيلابلز، الفلوهات، هي دي، هو ده الراب. احنا انا بتواصل مع الناس دي كده، يعني انا بتواصل مع ام سي ارتسيان، ايدين كانون، بتواصل معاهم بالشكل ده. بس يا صاحبي دي كل حاجه عندنا النهارده، اتمنى يكون الرياكشن عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تدعموا اخوكم بلايك سبسكرايب وشير، لو انت جديد على القناه طبعا السبسكرايب شيء مهم. كان معكم اخيكم فادي، اشوفكم على خير الفيديو الجاي، كل سنه وانتم طيبين، سلام.